بسم الآب والابن والروح القدس، أنا واحد أمين. آباء القديسين، إخواتي الحبايب الغاليين، أهلا بيكم وكل سنة وأنتم طيبين في عيد الغطاس المجيد. يا رب ينعاد عليكم بكل خير. ويمكن عيد الغطاس المجيد هو من أحد الأعياد التي لها مذاق خاص وطعم خاص واحتفالات شعبية غير ليتورجية خاصة جدا، وهو أحد الأعياد التي ذكرت في كتب التاريخ المسيحية وغير المسيحية للمؤرخين والمستشرقين احتفالات عيد الغطاس، وكان يسمى اصطلاحا في بعض الكتب عيد الأنوار، نظرا لأنه كان الناس بتخرج من الكنيسة على النيل ماسكين الفوانيس بتاعتهم الظريفة وطالعين علشان يغطسوا في النيل، فكانت بتبقى مصر كلها على ضفاف النيل منورة. كانت هذه الاحتفالات بتتم بشكل سنوي بشكل دوري ومش من بعيد، يعني هو الموضوع مش موضوع كتب تاريخ، يمكن مثلا دي فضلت مثلا لحد 50 سنة فاتت يعني، أو عندنا في البلد مثلا لحد 30 سنة عدت يعني، الموضوع مش بعيد قوي يعني. كانت هذه الاحتفالات احتفالات مستمرة، بس نظرا بقى للظروف والدنيا ما بقتش زي الأول، فعادت هذه الاحتفالات احتفالات مختصرة دلوقتي على الموائد الأقباط، بس إن هي بيبقى عليها القلقاس والقصب وكده. شكرا يعني، كده كل سنة طيبين يعني. مديح عيد الغطاس هو مديح فرحي على وزن مرد الإنجيل الفرحي، زي ما كنا أخدنا المرة اللي فاتت في إنجيل الميلاد وفي مديح توزيع الميلاد اللي احنا كنا قلناه بتاع الله الحي بغير زوال، وزي ما كنا أخدنا قبل كده في المدايح المعروفة والمتداولة اللي هي أنا أفتح فيض الأفراح، وزي الله الحي رب الصباؤوت، المدايح الظريفة دي اللي بتتقال في الأعياد. فهو مديح مش مختلف خالص، على نفس الوزن على نفس مرد الإنجيل. هنقوله مع بعض، هنقول مرد الإنجيل وبعد كده نكمل بالمديح ونشوف كده الدنيا معانا هتمشي لحد فين. فيلا بينا مع بعض هنقول مرد الإنجيل. هللويا هللويا يسوس بي خريستوس بشيري مفنوتي افيتشي اومس امبيور دانيس. وقبل ما نكمل، افتشي اومس امبيور دانيس يعني اعتمد في الأردن. تمام، انا افتح فمي بمجد الله الاب والابن والروح القدوس، وامجد من تواضع وهو الاله وقال عمدني يؤنس بتدبير شرك الإنسان في البشرية من غير دناس قدوس خالق كل الأكوان في طافتشي أمس خمبيور دانيس، تم القسم وأوفى الميعاد ومن بيت داود الناس وكل الأنفس له عباد في إطار
فيتشي أومس إمبيور دانيس قبل آدم من التراب أول خلقه كل الأنفس قدوس هو رب الأرباب في إطافة شيئومس خمبيور دانيس حمل عنا كل خطايانا وأعطانا الرسم المقدس قدوس خالق كل البرايا في إطابة شيئومس خمبيور دانيس خلصنا من كل الذنوب وبالتعميد المفروض المقدس وبلغنا به كل المطلوب في إطافة شيئومس خمبيور دانيس دايم باقي كل دهور قد شرف الأرض بالتأنس إله عظيم في إطافة شيئومس خمبيور دانيس رؤوف رحيم عالف مجدوم على كرسي العظمة جالس تنازل وسأل صانع يده في إطافة شيئومس خمبيور دانيس زاد الأردن فخرا بجلال حلول هبت خليق أنفس حين تعمد فيه بتواضع وكمال في إطافة شيئومس خمبيور دانيس سر الآب رب الصباؤوت وشهد بمكان يؤنس وحل عليه روح اللاهوت في إطافة شيئومس خمبيور دانيس شبه حمامات بلا عيب نزل على رأس المتأنس وصوت ينادي هذا ابني الحبيب في إطافة شيئومس خمبيور دانيس صار الأردن خاشع لربه لما نزل فيه وغطس ليخلص جميع شعبه
في طافت شي أم خم بيور دانيس ضاء نور وحيد الأب وطهرنا من كل دنس عظيم المجد مخوف ومهاب في إطافة شي أمس خم بيور دانيس طوباك يا يوحنا طوباك اختارك من بين كل الأنفس لتهيئ الطريق إلى مولاك في إطافة شي أمس خم بيور دانيس ظهر بناسوته الإله بشري طاهر من غير دنس لأجل خلاص براياه في إطافة شي أمس خم بيور دانيس علام في الهيكل ما في الأصفار وحول الماء خمرا في العرس واصطفى رسله الأطهار في إطافة شي أمس خم بيور دانيس عظيم سر الخالق المتأنس حيث أخذ جسدا من مريم في إطافة شي أمس خم بيور دانيس غبريال جاءنا رسولا بشرها بحلول الروح القدس وصرى الإله منها محمولا في إطافة شي أمس خم بيور دانيس فاض بميلاد نهر الإحسان واختار الرسل وبطرس ووضح لنا سر الغفران في إطافة شي أمس خم بيور دانيس قدوس رب صباؤوت دائم تمجيده مقدس حي دائم لا يموت في إطافة شي أمس خم بيور دانيس كل الخالق له تعبد ببشارة متى وماركوس والطبيب لوقا ويوحنا المحب في
طافت شي أمس خمبي يوردانيس لبس القدرة وتجلب بيها ضابط كل الأنفس واشتمل بالنور والبهاء في إطافة شي أمس خمبيور دانيس من أجل زلات آدم أبينا وأبرأ الأعمى والأخراس وعتقنا من أسر أعادينا في إطافة شي أمس خمبيور دانيس فنزل بالحكمة ابن الإنسان إلى الأردن مع يوحنا الناس واخفى له عن الشيطان في إطافة شي أمس خمبيور دانيس هرب الأردن إلى خلف من هبة من فيه غطاس يسوع الفادي ذي الألطاف في إطافة شي أمس خمبيور دانيس وجميع الطغمات العلوية تسبح وتقدس شكرا لخلاص البشرية في إطافة شي أمس خمبيور دانيس لأنه إله رؤوف رحيم بتحننه طهر الأبرص وأعاد آدم إلى النعيم في إطافة شي أمس خمبيور دانيس يا رب اغفر لي ذنبي كما غفرت ذنوب اللص وفي يوم الدين تلطف بي في إطافة شي أمس خمبيور دانيس وارحمنا يا مكون الأكوان بشفاعة يوحنا المعمدان وبطلبات كل الشجعان في إطافة شي أمس خمبيور دانيس. وبكده بعد ما خلصنا المديح الجميل الظريف الفريح اللطيف، ما اعتقدش ان احنا لينا حاجة محتاجين نقولها، غير ان احنا بس ارجو ان احنا ما نزودش العيار في الارباع العالية، بس كده. مرة تانية، كل سنة وانتم طيبين وفي عيد الغطاس فرحانين وبأنوار العيد
مبتهجين، ونسأل إلهنا أن يحفظنا، مسيحيين، مؤمنين، أرثوذكسيين، إلى يوم مجيئه في يوم الدين. أمين أمين أمين.